مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية. أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني للنشرة الاقتصادية أن سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد هذه السنة سجل قصة نجاح جديدة ساهمت في إنعاش القطاع السياحي والحركة التجارية وضخ المزيد من السيولة المالية في السوق المحلي. طبعا ما في شك أن سباق الفورمولا سنة تلو السنة يزداد في الزخم وفي الحجم، ويعتبر من أحد أهم المميزات السياحية في البحرين. وفي هذه الفترة يعني البسيطة اللي هي خلال 3 أيام أو أسبوع نحظى باهتمام عالمي كبير من الصحافة أو من المشاهدين أو حتى من اللي يزورون البحرين لحضور الفعالية شخصيا. نتمنى النجاح لجميع منتسبي الحلبة والمتطوعين، ونهنيهم على النجاح سنة تلو السنة، والله يوفقهم إن شاء الله. وقع بنك البحرين للتنمية اتفاقية قرض بمبلغ 50 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين. وقد وقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية خالد الرميحي ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي عبد اللطيف الحمد. وأكد كل من الرئيسين أهمية الحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره إحدى المبادرات العربية الهادفة للإسهام في تمويل مشروعات القطاع الخاص العربية على أسس تنموية استثمارية. كما ستساهم اتفاقية القرض في تطوير ودعم قدرات القطاع الخاص البحريني من خلال تقديم الخدمات الفنية والاستشارية. اليوم سعداء انه وقعنا اليوم اتفاقية قرض لمدة 10 سنوات ب 50 مليون دولار بسعر فائدة جدا مناسب، من تم تقديمه من طريق الصندوق التنمية العربي، وايضا من اساسا حقيقة احنا نقدم شكرنا للصندوق، وحقيقة هذا يمثل دعم مستمر وقوي ويدل على أهمية القطاع الخاص وأهمية تطوير ريادة الأعمال في البحرين. في بورصة البحرين أقفل المؤشر العام اليوم بارتفاع وقدره 7.3 عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 347,974 سهما بقيمة إجمالية قدرها 117,425 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 16 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 46% من القيمة الإجمالية للأسهم.